حققت مملكة البحرين مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المعنية برصد الإحصائيات حول التدفقات الاستثمارية المباشرة وتحليل بياناتها وجودة البيئة الداعمة للأعمال، وهو ما ساهم في تعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي موثوق. وقد واصلت البحرين اجتذاب المشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة والعالم في عدد من القطاعات المتنوعة بفضل ما انتهجته من سياسات اقتصادية منفتحة. وساهمت البيئة الداعمة للأعمال في البحرين في تشجيع الأعمال على النمو وتحقيق الازدهار، وهو ما أهل المنامة بأن تتصدر دول العالم في مؤشر الجاذبية المالية للعام 2023. وقد شكل العام 2023 عاما استثنائيا لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين مدعوما بفريق البحرين، وذلك من خلال تمكنه من استقطاب استثمارات متوقعة تفوق 1.7 مليار دولار أمريكي، ونجاحه في جذب شركات محلية وعالمية لتأسيس وتوسعة أعمالها في المملكة. ولعب قطاع الخدمات المالية دورا مهما في النمو الاقتصادي للبحرين، حيث تجاوز قطاع النفط والغاز باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 18.2% في الربع الثالث من العام الماضي.